السلام عليكم. على هامش الاجتماعات السنوية الثالثة التي يعقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حاليا في جنيف، يعكف العشرات من الناشطين الحقوقيين في إحاطة العالم بالانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي يمارسها الانقلابيون منذ أكثر من عامين في اليمن. أكثر من ندوة وورشة نظمها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ومراكز يمنية أخرى، وأخرى نظمتها هيئات ومنظمات دولية، وكلها وقفت أمام حقيقة ما يجري في اليمن. التقارير المقدمة في هذه الفعاليات تكشف حجم المأساة الحقوقية التي تعيشها اليمن في هذه المرحلة في ظل الاستهداف المستمر حياة الآلاف من اليمنيين، بينهم المئات من الأطفال والنساء في الحرب التي تشنها الميليشيا عليهم في أكثر من محافظة. التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان كشف في تقريره الثامن خلال النصف الأول من العام الجاري عن العديد من الانتهاكات التي طالت اليمنيين، ما بين قتل وخطف واختطاف وتعذيب قسري وتغييب قسري وتعذيب. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة من المساء اليمني نسلط الضوء على المواجهة الحقوقية الدائرة في جنيف والتي تكاد ترقى إلى مستوى المعركة الموازية، معركة الإنسان اليمني في الجانب الحقوقي. فهل استطاع الحقوقيون في جنيف تقديم هذا الملف إلى العالم؟ أم أن ثمة صعوبات وتحديات وعوامل تعوقهم عن هذا الإنجاز؟ سنبدأ بالنقاش ولكن بعد أن نشاهد هذا التقرير. تخوض جبهة الشرعية معركة موازية في جنيف، عنوانها الأبرز الانتهاكات متعددة الأبعاد لحقوق الإنسان اليمني على يد الإنقلابيين، وسط مواجهة شرسة مع مزوري الحقائق من أنصار الإنقلاب. فعلى هامش الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان والمنعقد حاليا في جنيف، يشارك تحالف واسع من الناشطين في مجال حقوق الإنسان في الندوات وورش العمل التي تجمعهم في الغالب مع نشطاء دوليين وناشطين يعملون لحساب الأجندة الإنقلابية، الذين يستغلون هامش الخطأ المسجل في نشاط طيران التحالف للدفاع عن الجرائم والانتهاكات الفظيعة التي يرتكبها تحالف المخلوع صالح والحوثي الإنقلابي بحق اليمنيين منذ أكثر من عامين. تتضمن التقارير الموثقة التي تتداولها منظمات يمنية ودولية أرقاما مخيفة بشأن المئات من المخفيين قسريا والمعتقلين وآلاف القتلى والمصابين وملايين النازحين، وعن أعمال التعذيب الممنهج الذي تمارسه الميليشيا في سجون بعضها سري والآخر معلوم ضد المعتقلين وجلهم من السياسيين والناشطين والصحفيين والإعلاميين. على مدى عامين استهدف الإنقلابيون كل شيء في اليمن، الحياة والحرية والكرامة والأفكار وحرية الرأي والإعلام، واختطفوا الطفولة في حربهم التي أنتجت خرابا لا مثيل له في تاريخ اليمن الحديث. ومع ذلك لم يدع الإنقلابيون فرصة إلا واستثمروها لحسم المعركة الحقوقية، بما في ذلك تأثيرهم في بعض التقارير التي تقدمها المنظمات الدولية على أنها نتاج جهد ميداني مهني ونزيه، في حين أن بعض هذه المعلومات جاءت انتقائية وموجهة وتأثرت بعدم حيادية ممثلي هذه المنظمات. فهل تستطيع جبهة الشرعية التي تمتلك أوراق رابحة أن تحسم المعركة الحقوقية في ضوء الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبها ولا يزال الإنقلابيون بحثا عن فرصة لاستعادة السلطة ولو ضدا على إرادة اليمنيين وكرامتهم؟ إذا مشاهدينا الكرام، للحديث حول هذه الحلقة سيكون معنا عبر سكايب الأستاذ مطهر البذيجي رئيس التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان من جنيف عبر سكايب. مساء الخير أستاذ مطهر. مساء الخير، مرحبا أستاذ مطهر. يعني ربما هذه المرة هناك حضور أقوى للمنظمات اليمنية وللتحالفات أيضا التي ترصد حقوق الإنسان، كيف تقيم هذا الحضور من خلال الجلسة أو الاجتماع 33 مجلس حقوق الإنسان هذه المرة؟ شكرا جزيلا. الوقت الحقوقي والوقت النشطاء والإعلاميين اليمني يتكون من عدد من المنظمات والناشطين، وبدأ بالفعل منذ اليوم الأول لبدء الدورة 33 لمجلس الأمن أعمال فعالياته، ونظم العديد من ورش العمل والندوات الخاصة. ونستطيع أن نقول أن مشاركة الوفود الحقوقية المختلفة التي توثق المجتمع المدني والنشطاء ومؤسسات الإعلام إيجابي وجيد. نعم. إذا أستاذ مطهر، يعني باعتبارك رئيس التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، ما هي أبرز الانتهاكات التي تحدثتم عنها في تقريركم؟
رفض التحالف اليمني لرفض انتهاكات حقوق الانسان خلال النصف السنوي، خلال النصف الاول من العام 2016 من الفترة 1 يناير وحتى 30 يونيو، عدد كبير من الانتهاكات الخاصة بحق المدنيين العزل في بلادنا، وذلك عبر طريق ميداني يتكون من 32 رافد ورافدة ينتشرون في معظم محافظات الجمهورية، حيث بلغ إجمالي القتلى في صفوف المدنيين خلال النصف الأول 1146، بينهم 373 امرأة طفل و 68 امرأة. كما رفض الفريق الميداني الخاص بالتحالف عدد 4044 إصابة في صفوف المدنيين، وهناك عدد من الانتهاكات الأخرى تنوعت بين الاختفاء القسري حيث بلغ عدد المعتقلين من صفوف المدنيين من فئات السياسيين والنشطاء والصحفيين وبعض العسكريين الذين رفضوا تلبيات النداء العسكري، بلغ عدد 3038 شخص. كما ايضا هناك انتهاكات موجهه بالاعتقالات التعسفيه، حيث بلغ عدد المعتقلين سياسيا عدد 76 حاله. نعم. إذا أستاذ مطهر، يعني تحدثت أنت عن أكثر من 33 راصد أو أكثر في 17 محافظة يمنية تقريبا، يعني كيف كان سير عملهم وكيف تم يعني التحقق من هذه الأرقام خاصة في ظل الأوضاع الصعبة؟ دعني أشير إلى نقطة مهمة جدا، أنه الفريق الميداني التابع للتحالف اليمني لرفض انتهاكات حقوق الإنسان الاثنين والثلاثين رافد ورافدة يعملون في ظل ظروف أمنية معقدة أو شديدة التعقيد. فريقنا يعني تلقى تدريب جيد، تدريب حقوقي جيد على يد خبراء عرب ومن الإقليم. هذه النقطة. النقطة الثانية، يعمل في ظل ظروف أمنية خطيرة، حيث تعرض عدد من الراصدين إلى تفجير منزله في مدينة عدن، ورافد آخر اختطف، ورافد آخر اعتقل ابنه. كل هذه الظروف لا تستثني الفريق من اداء عمله، حيث تتم عمليه الرصد الميداني بالنزول المباشر الى الضحايا وعمل المقابلات وتسجيل الشهادات، وعاده ناخذ راي الخبراء والشهود. وكل هذه الوثائق تدعم طرق الرفض والتوثيق الخاصه بالتحالف، ونحن نعتبرها نقطه اساسيه ومحوريه في اداء عملنا في الرصد والتوثيق، لان الرصد والتوثيق هو الخطوه الاولى لقلب منتهكي حقوق الانسان للعداله. نعم. اذا استاذ مطهر، يعني ما الذي تم تقديمه في جنيف في الفعاليات المصاحبة، وما الذي أيضا سيتم تقديمه إلى نهاية هذا اللقاء؟ برنامجنا كان برنامج حافل، أنا من وجهة نظري. نعم. حيث نظمت على هامش الدولة 33 عدد 9 فعاليات، فعالية خاصة بحالة حقوق الإنسان، وأخرى خاصة بالمرأة والطفل، وأخرى ستكون عن الاختفاء القسري، ورابعة ستكون حول وضع الصحفيين وانتهاكات الصحافة، ولدينا كمان فعاليات مصاحبة كمان أخرى، بالإضافة إلى عدد من زيارات أهم المقررين الخواص التابعين للأمم لمجلس حقوق للمفوض السامي وللأمم المتحدة، وكمان لدينا زيارات لعدد من المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان. نعم. نستطيع إجمالا أن نقول أن هذا الحراك الحقوقي الحاصل في جنيف شكل خطوة أساسية في فضح انتهاكات الميليشيات الانقلابية وتعريتها، وتقديم رسالة للمجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بأن ما تقوم به الميليشيات الانقلابية ضد الشعب اليمني وخاصة المدنيين جريمة من جرائم القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. نعم. إذن ينضم معنا عبر الهاتف أيضا الأستاذ عز الدين الأصبحي، وزير حقوق الإنسان من جنيف. مساء الخير أستاذ عز الدين. مساء النور، أهلا وسهلا بك، مرحبا.
أهلا بك أستاذ عز الدين. ما الذي برأيك قدمه الجانب اليمني على صعيد اجتماع مجلس حقوق الإنسان في هذه الدورة؟ هي الدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان تقريبا هي من الدورات الهامة جدا. هناك مستويين للعمل داخل هذه الدورة وداخل مجلس حقوق الإنسان. المستوى الرسمي الحكومي من خلال متابعة مشروع القرار الذي سيصدر في نهاية هذه الدورة ومعركة دبلوماسية وسياسية مع كافة الأطراف الأوروبية والعربية من أجل القرار القادم، وهو حتى الآن مشروع قرار وخلال اليومين القادمين ستتبين ملامحه بإذن الله، وهي معركة حقيقية بمعنى الكلمة. نعم. هناك اجتماعات ماراثونية تقريبا خلال 10 أيام الماضية، أكثر من 20 اجتماع غير الاجتماعات الأخرى. سجل اليوم مشروع قرار باسم المجموعة العربية تحت البند 10 فيما يخص الجمهورية اليمنية. هناك أيضا ملاحظات كثيرة وعديدة من بعض الدول الأوروبية، ولكن أيضا هناك جلسات مكثفة للسفراء العرب وللحكومة اليمنية، جزء كبير منها حضرتها شخصيا وجزء منها خبراء يتبعون البعثة اليمنية. نحن نتابع هذا المشروع بجدية مع الأشقاء. تم تأسيس ما يسمى بفريق عمل من الجانب العربي بجانب وزير حقوق الإنسان، معنا سفارة السودان الشقيق لأن السودان ترأس المجموعة العربية، وبجانبها المملكة العربية السعودية وقطر ومصر. نعم. والفريق العربي يعمل بهذا الاتجاه، هذا جزء من الجانب. المستوى الثاني هو مستوى المنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. هناك زخم حقيقي متنوع، هم يعملون باستقلالية ولكن أيضا يعملون على عرض الصورة، توضيح الحقائق، تفنيد أيضا الأكاذيب والتضليل الذي تقوم به الجماعات المضادة ومن منظمات تابعة للميليشيات الانقلابية، وهو جهد مشكور يعني لتوضيح الصورة وأيضا لتعضيد المسار الرسمي الذي نحتاج إليه ولإقناع أيضا البعثات الدبلوماسية المختلفة. هذا المستويين الذي يتم خلال هذا الفترة وستستمر حتى 28 سبتمبر عندما يعرض القرار للتصويت. نعم. إذن أستاذ عز، يعني كوفد حكومي ماذا تنتظرون أنتم من اجتماعات مجلس حقوق الإنسان وما الذي تتوقعه؟ والله باختصار شديد، هناك تقرير قدم من المفوض السامي ونحن الآن يعني في مسائل الرد عليه، كم من الجانب الرسمي رد مهني وموضوعي، ولكن نحن نرى بأن التقارير التي قدمت تقارير غير متوازنة وينقصها الكثير من المهنية. هذه وجهة النظر ربما تزعج الكثير من المنظمات أو بعض الدول الأخرى التي ترى بأنها تريد أن تنقل المسار إلى تحقيق دولي أو غيره. لدينا نشاط اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وهي تعمل جولة الآن بلقاء مع بعض البعثات الدبلوماسية ومع المفوضية السامية، وهناك عمل جاد معها من أجل تمكينها وإعطائها الإمكانيات المختلفة. نحن نتعشم أن يكون هناك موقفا دوليا منصفا، رغم أن الكثير من الملامح نرى بأن هناك نوع من المبالغة الغير منطقية والغير مقبولة والغير مفهومة أيضا في مسألة أن توصل مثلا اللجنة ببعض القصور، أو يتم مسألة عدم عمل جاد في تقديم الدعم الفني والتقني. سأذكر حقيقة واحدة مثلا. نعم. أن القرار السابق لمجلس حقوق الإنسان الذي نناقشه الآن والذي سيصدر بعده القرار الجديد، هو كان يفرض على المفوضية السامية لحقوق الإنسان وعلى الأمم المتحدة تقديم كافة أنواع الدعم الفني والتقني للجنة الوطنية المستقلة وللحكومة اليمنية من أجل النهوض بحالة حقوق الإنسان في اليمن. هذا الجانب لم يعمل به شيء، يعني لم يقدم 5% مما هو مطلوب. مع ذلك التقرير الذي جاء من قبل المفوضية جاء تقريرا سياسيا بحتا، وبالتالي نتساءل مع المجتمع الدولي، أنتم أصدرتم قرارا تطلبون منا بعض الأمور وأنجزناها، ثم تلزمون المجتمع الدولي بتقديم مسار تعاوني وتقني لم يتم ولم تتم محاسبة ولم يتم تقييم، ثم نأتي لقرار جديد لنقول لأنه لم ينفذ. إذن ما قيمة القرار الجديد؟ يعني على ماذا تعولون أستاذ عز؟ إذا القرار السابق لم يطبق منه شيء، فما قيمة الآتي؟ للأسف الشديد البعض الجهات الدولية وبعض المنظمات الدولية وبعض الدول تريد أن تصعد في قرار جديد يضر في مسار التحقيق الوطني، ونحن الآن نتصدى لهذا الموضوع بأنها لا يمكن لنا أن نقبل أن يكون هناك تشكيكا في مسار التحقيق الذي تقوم به اللجنة الوطنية، أو يكون هناك تحقيقا دوليا ينتزع مسألة السيادة واستقلالية القضاء ولجنة التحقيق التابعة للنيابة العامة. أمر غير مقبول على الإطلاق بأنك تأتي بمن يتدخل بولاية قضائية
قضايا خارج إطار الجمهورية اليمنية، والعملية القانونية واضحة بهذا المسار، إنه اللجنة الوطنية حتى الآن تعمل بجدية وعليها أن تعمل بمعايير دولية. فما الداعي لقرار جديد يريد أن يعمل عبئا آخر ولم نستطيع أن ننفذ القرار السابق كما ذكرت، لم ينفذه الجهات الدولية، فلماذا ترفعون السقف وأنتم لم تنفذون ما تم؟ هل هو عبء جديد؟ هل هي نوع من الوصاية؟ هل هو نوع من التحدي الجديد للجنة الوطنية؟ هذا هو مجمل النقاش السياسي الذي يتم الآن مع الجهات الدولية مع بعض الدول، وأعتقد أن خلال الأسبوع القادم ستتكشف الأمور أكثر في ملامح القرار القادم وإلى أين تسير الأمور، لكن هذا هو مجمل التحدي في النقاشات الدبلوماسية. ربما الكثير من الأخوات والإخوة من المتابعين لا يدركون تماما مشقة النقاش القائم مع 47 دولة يمثلون أعضاء مجلس حقوق الإنسان، معظمهم ربما ليس على اطلاع كافي على ما يجري، وبعضهم يحمل أجندات أخرى ضمن مشاريع التحديات الإقليمية والمصالح الإقليمية والدولية وتقاطعها في المنطقة، واليمن ربما بهذا الإطار تعاني الكثير بأنها أيضا ضمن مشاريع مصالح دولية وإقليمية، وبالتالي لا يجب أن يسير هذا القرار مما ينقص من السيادة أو يعرض اللجنة الوطنية للانتقاص أو يذهب في مسألة إعفاء المجرمين الذين عملوا أبشع جرائمهم في اليمن ويفلتون من العقاب. لا يمكن لنا أن نقبل بذلك ونعمل بجدية لهذا الأمر، وأظن حتى هذه اللحظة جبهتنا الدبلوماسية في هذا الأمر جيدة جدا رغم أنه لا يسلط الضوء عليها كثيرا لحساسية الأمر، لكن حتى هذه اللحظة موقفنا بشكل جيد ولدينا من الأوراق ما نستطيع أن نحقق بها خطوات ناجحة بإذن الله. نعم، إذن أستاذ عز، في ظل هذه الحرب التي تخوضونها ربما كما تحدث لا يعلمها الكثيرون، هل تستطيع الشرعية أن تحدث تحولا على الصعيد الحقوقي في اجتماع مجلس حقوق الإنسان، وهل لديها مناصرين في موقفها هذا الذي تتبنوه الآن؟ باختصار شديد سأكون صادقا بأن العملية السياسية على الصعيد الدولي والإقليمي تلقي بظلالها على الملف الحقوقي. عندما تتقاطع المصالح بشكل إيجابي نجد أن الضغط يخف كثيرا، ولكن عندما نرى بأن هناك ضغوطا كبيرة علينا ندرك تماما بأن هناك مصالح سياسية وإن وراء الأكمة ما وراءها. نحن الحرص الشديد لدينا هو نقطتين رئيسيتين وأنا أحرص على هذا الأمر، ودائما ما أكرر بأنني في هذا الملف أتعامل معه كقضية وليس كوظيفة. يعني أنا في ملف حقوق الإنسان وفي هذا المجلس مع السنوات قبل الوزارة بكثير، وبالتالي لا يمكن لي أن أتخلى عن المبادئ التي أجهز من أجلها. النقطة الأولى، أولا استقلالية قضائنا ولجاننا الوطنية واستقلالية البلد وقرارها السياسي. النقطة الثانية، يجب أن لا يفلت من العقاب من ارتكب الجرائم ولا نكرر الأخطاء التي تمت في السنوات الماضية. هذا الأمر يزعج الكثير لأن هناك مصالح سياسية تريد أحيانا أن تتغاضى هنا أو تتغافل هناك أو تؤجل بعض الملفات إلى مرحلة أخرى، وبالتالي يصبح الملف الحقوقي في هذا الأمر في تقاطعه سياسيا بامتياز. القوى السياسية الإقليمية والدولية تأتي معنا وتبعد وتقترب حسب ما تتقاطع عليها هذه المصالح والظروف السياسية المتقلبة، لكن المبدأ الثابت والذي يجب أن نؤمن فيه بأنه لن يفلت المجرمون من العقاب، وإن كان هناك بعض القصور في الأداء الدولي لكنه سيتحسن، والمجتمع الدولي الآن في الدورة هذه والدورة السابقة أكثر وعيا ونضجا وعملا وأكثر حضورا من أي فترة سابقة. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ عز الدين الأصبحي وزير حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من جنيف، كما يقال في المثل مضى حق وراءه مطالب، ونحن نعول على هذه النقطة كثيرا. شكرا لك مرة أخرى أستاذ عز الدين. عودة إليك أستاذ مطهر البوذيجي، يعني ربما سمعت لحديث الأستاذ عز وأنت هناك في جنيف بالتأكيد على اطلاع بما يحدث هناك، مستويين رسميين، مستويين للتمثيل في حقوق الإنسان، مستوى رسمي ومستوى يعني منظمات مجتمع دولي كما تحدث الأستاذ عز. ربما يعني النقطة التي لفتت انتباهي أستاذ مطهر أن العملية السياسية تلقي بظلالها على الملف الحقوقي كما تحدث الأستاذ عز الدين، يصبح الملف الحقوقي في تقاطع مع المصالح السياسية، كيف تستطيعون استخراج حقوق الضحايا في ظل الضغوط السياسية بهذا الشكل؟ شكرا. دعيني أؤكد على نقطة أنه نحن في التحالف ننطلق من واقعنا الحقوقي ونبتعد كثيرا عن الجانب السياسي، ولكن نعمل بشراكة مع الجهات الحكومية بالتأكيد وأولها وزارة حقوق الإنسان. هذه النقطة. النقطة الأخرى، يبدو أن هناك عدم فهم للصورة الصراع الدائرة أو معلومات
مغلوطة تقدم من بعض العاملين من قوى الميليشيات وتسرب لبعض المنظمات الدولية. نحن واجبنا الآن كحقوقيين أولا ويمنيين أن نوضح هذه الصورة وأن نعمل من مبدأ حقوقي أن ما يحصل الآن من قتل وتشريد وسفك لدماء اليمنيين هو من قبل الميليشيات المتبردة. النقطة الأخرى أن نقدم التقارير الموثقة والقادمة من الميدان بأعداد الضحايا ووفق أسس منهجية علمية حقوقية ونحاول أن ندعم موقفنا بالحجة ونضع هذه المنظمات والجانب الدولي بصورة ما يجري في اليمن. نعم، إذن هل استطعتم إلى هذه اللحظة أستاذ مطهر بنقل الصورة كاملة عن انتهاكات حقوق الإنسان بحق المدنيين من كافة الأطراف؟ دعيني أنا أكون واضح أن رويدا تتكشف الصورة ونعمل من خلال لقاءاتنا المستمرة مع ممثلي المنظمات الدولية ومن خلال الندوات الخاصة التي يحضرها عدد من الموظفين الرسميين بالوكالات المختلفة والناشطين والصحفيين على توضيح مزيد من الصورة القاتمة للوضع باليمن وفضح ممارسات الانقلابيين وتقديم الإحصائيات والبيانات والمعلومات لعدد من الجهات. نعم، إذن ماذا عن ردود الأفعال والاهتمام والمتابعة أيضا من قبل المتابعين للشأن اليمني الدولي؟ للأمانة من خلال الدورة 33 ومن خلال الفعاليات المختلفة التي نظمتها الفعاليات الحقوقية والتعالف في جنيف لقينا عدد كبير من الاستحسان والمتابعة. قابلنا عدد من الخبراء من ضمنهم خبراء في لجنة العقوبات الخاصة بمجلس الأمن وعدد من ممثلي المنظمات الدولية أشادوا كثيرا بمدى المنهجية وآلية الرصد اللي نعمل من خلالها. تم إرسال عدد من التقارير النوعية المتخصصة لعدد من الجهات، طالبونا باستمرارية التواصل وإرسال المزيد من البيانات والإحصائيات المتوفرة لدينا كمجتمع مدني، ونحن من جهتنا نلتزم بعملنا الحقوقي والأخلاقي والإنساني أولا برفض كافة الجهات المعنية والجهات الحقوقية بكافة الانتهاكات والممارسات الخاصة بالانتهاكات في اليمن. نعم، إذن اسمح لنا أستاذ مطهر أنت وسادة المشاهدين أن نعود إليك لاستكمال نقاشنا بعد هذا الفاصل القصير. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مره اخرى استاذ مطهر البوذيجي رئيس التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان معنا من جنيف عبر سكايب. استاذ مطهر، يعني هناك من يتحدث عن ان الراي العام والدولي ايضا المتعلق بحقوق الانسان ينقصه الكثير من الارقام والتواصل والبيانات، هل ستعملون على ردم هذه الفجوه؟ نعم صحيح، كان هناك فجوة كبيرة بين المنظمات الدولية وبين ما يحصل في اليمن. هذا جانب. الجانب الآخر، ساعدت بعض المعلومات وبعض التقارير المغلوطة التي أرسلت لهذه المنظمات على تشكيل وجهة نظر ورأي مغاير للواقع. نحن في التحالف بالإضافة إلى شركائنا في المجتمع المدني نعمل على توضيح الصورة، تقديم الجانب من المعلومات، وعندنا التزام اخلاقي كما قلت سابقا بوفد برفض كل كافه المقررين الخواص والهيئات الحقوقيه المختلفه بكافه التقارير الحقوقيه والبيانات والاحصائيات الخاصه بالانتهاكات التي نعمل على رصدها من خلال الفتره السابقه كامله ومن المستقبل، ورفضهم بكافه المعلومات الخاضعه تحت سيطره التحالف. هذه النقطه. النقطه الثانيه، دعيني أقول أن هذا الحراك الحقوقي الذي يعقد دوريا على هامش الدورات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان شكل بادرة أمل ونقطة إيجابية في تصحيح الصورة الكاملة للصراع في اليمن، وإن شاء الله نتمنى أن نحصل على
مواقف داعمه وخاصه من الهيئات والمنظمات الدوليه. وكذلك نحن في كافه القاعات نعمل توصيات نقدمها لمجلس حقوق الانسان والهيئه الدوليه، وندعوها الى وقف الى العمل على وقف الانتهاكات من قبل الميليشيات وتقديم وتنفيذ قرارات مجلس حقوق الانسان ومجلس حقوق الامن الخاصه باليمن، وخاصه القرارات من 2016. نعم، إذا أستاذ مطهر، يعني فيما يتعلق باستخدام حقوق الإنسان كلافتة للتضليل من قبل أطراف الانقلاب، يعني هل تضعون في حساباتكم كل ذلك، خاصة أنه نحن نعلم أنكم يعني تخوضون معركة حقيقية بوجود الكثير من المنظمات التي تريد أن تخفي جزء من الحقيقة وتتحدث عن طرف واحد فقط لا غير، وتصور أن الحرب في اليمن هي مجرد ضربات الطيران، هل يعني كيف تواجهون كل ذلك؟ نعم، كما قلت وقلنا سابقا انها معركه. الطرف الاخر مدعوم ومسلح بعدد من المنظمات لدول مثل البحرين والعراق ولبنان، ويحاولوا من خلال فعاليتهم تضليل المجتمع المدني وتقديم معلومات خاطئه. ونحن بالمقابل نعمل على كشف مزيد من الصورة كما قلت سابقا. هذه النقطة. النقطة الثانية أعتقد أن الطرف الآخر لا يوجد لديه حجة واضحة وإحصائيات موثقة. هم يعملوا على خلط الجانب السياسي بالجانب الحقوقي، وهذا يساعدنا كثيرا في إبراز الصورة الخاصة بالانتهاكات. نعم، إذا برأيك هل يستطيع مجلس حقوق الإنسان أن يقدم شيء لكل هذه الانتهاكات التي تطال اليمنيين على ضوء المعطيات التي تقدمونها؟ مجلس حقوق الإنسان في الدولات المختلفة يمثل حراك دولي، ونحن نتمنى على هامش هذه الدورة أن يكون هناك قرار من مجلس حقوق الإنسان بدعم اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في الانتهاكات حتى تقوم بدورها في تسجيل وتوثيق وتقديم مرتكبي الانتهاكات للعدالة. نعم، يعني أنت حدثتني أستاذ مطهر عن يعني حراك حقوقي كما أسميته، ما الجديد المتعلق بهذه التحركات الحقوقية في جنيف، خصوصا يعني ونحن نلاحظ الفرق في الأداء وفي الحضور أيضا هذه المرة؟ لن ننسى يعني في بداية الحرب أن كان تمثيل المنظمات الحقوقية لمن ضئيل جدا بمقارنة بالطرف الآخر. صحيح، الوفد الحقوقي والإعلامي المشارك معنا في أعمال الدورة 33 نستطيع أن نقول عليه نوعي، ومثل اليمن بكافة مدنها وشمال جنوب شرق وسط. هذا جانب. الجانب الثاني، عملنا من خلال فعالياتنا المختلفة على توضيح الصورة كما قلت سابقا، وعلى إبراز الجانب السيء اللي كان قاتم لدى عديد من المنظمات، وخاصة حتى بما فيها المنظمات العربية، بما فيها المنظمات العربية والإقليمية. هذا جانب. الجانب الآخر، أستطيع أن أقول أن هذا الحراك كما أسميتيه أو هذا النشاط يمثل خطوة أساسية من خطوات العمل الحقوقي اليمني في نقل الصورة للآخر، الآخر بما فيه المواطن الأوروبي البسيط لدينا عدد من البيانات الصحفية المترجمة إلى اللغات، وخاصة اللغة الفرنسية والإنجليزية، وستنشر في عدد من الصحف وخاصة الصادرة باللغة الإنجليزية والفرنسية في كل من باريس وجنيف. نعم، إذا لو دخلنا قليلا أستاذ مطهر حول التقرير الذي تم تقديمه وبعض التفاصيل، يعني هل هناك يعني ندوة مستقلة عن كل حالة انتهاك قدمت؟ يعني هناك حالات اعتقال، هناك وفاة للمعتقلين، هناك أيضا من تم يعني قتلهم، من تم أيضا يعني هناك تحديد أيضا لحالات القتل بإطلاق النار، وأيضا حالات إعدام وحالات وفاة للمعتقلين، هناك أيضا حالات اختفاء قسري، هل تناولتم كل هذه الحالات على حدة حتى تصل الصورة بشكل أوضح؟
دعيني اقول لك ان التحالف خلال الفتره السابقه اصدر عدد من التقارير النوعيه. نعم. اولا لدينا خلال الفتره من يناير وحتى يونيو، من 1 يناير وحتى 30 يونيو، عدد 4 تقارير نوعيه. تقرير عام عن انتهاكات عن كافه الانتهاكات، هذا يعني الجانب الاخر. لدينا تقرير نوعي عن حالات الاختفاء القسري، وتقرير ثالث عن الاطفال وما يتعرض له الطفوله من انتهاكات، وتقرير خاص عن المراه اثناء النزاعات في اليمن ووضع المراه. هذا الاربع تقارير، على كل تقرير نظمنا اطلقنا كل تقرير في ندوه مستقله خاصه به، يعني ندوه عن الطفل، ندوه عن المراه، ندوه عن الاختباء القسري، ندوه عن حاله حقوق الانسان بشكل عام. هذا فيما يتعلق بالنشاطات الخاصه بالتقارير. على هذا الجانب، الجانب الاخر قابلنا عدد من المقررين كما قلت، مقرري التعذيب والاختفاء القسري وحاله حقوق الانسان والمراه والفقر. نعم. اذا نعم، هل يعني تعرض بعض النشاطات المصاحبه لكل ندوه؟ هل هناك شهادات تسجل؟ هل هناك عرض فيديوهات؟ ام انكم تقومون بقراءه فقط الارقام المسجله لديكم؟ لا، كل ندوه تحتوي على عدد من الاوراق العمل النوعيه، على ملخص للتقارير، مع عرض افلام كما قلت، افلام قصيره تجسد واقع الانتهاكات. افلام عن المراه، عن تجنيد الاطفال، عن الانتهاكات النوعيه مثلا، عن حالات انتهاكات معينه مثل واقعه الباب الكبير وغيرها، ونعرضها على هامش الندوه. نعم. اذا استاذ مطهر، هل سيتم عرضها على وسائل الاعلام فيما بعد؟ يعني هذا جهد راصدين كما تفضلت وجدوا صعوبه في اخراجه، لابد ان يصل للمشاهدين، ان يعرض في على صفحات الفيسبوك حتى يصل الى اكبر عدد من المشاهده ليعلم او ليرى العالم ما مدى الاجرام الذي يطال اليمنيين. نعم، لا يمكن ان نعمل بالمجال الحقيقي بعيدا عن الاعلام. لدينا فريق اعلامي متخصص في نقل احداث كل الندوات والفعاليات واللقاءات المختلفه الى الاعلام، الى وسائل الاعلام، سواء المرئيه او المسموعه او المقروءه. عدد من البيانات الصحفيه المترجمه وكذلك كما قلت للغات، وتنشر عبر القنوات المختلفه. نعم. إذا اسمح لنا أستاذ مطهر أن ينضم إلينا أيضا الأستاذ عبد الرحمن برمان، عضو اللجنة الوطنية في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. مساء الخير أستاذ عبد الرحمن. مساء الخير، أهلا وسهلا. نعم أستاذ عبد الرحمن، يعني كان معنا الأستاذ عز الدين الأصبحي يتحدث عن دور اللجنة الوطنية في ما تقدمه، وهناك تخوفات من أن يعني أن تشكك أو يشكك عمل هذه اللجنة. كيف تقيم بداية الأداء الذي قمتم به خلال الفترة ويعني ما قدمتموه؟ نعم، أعتقد أنه يعني حتى هذه اللحظة الجهد اللجنة والراصديها والمحققين الذين يعملون بها يقومون بجهد متواصل، بل انه حتى في ايام العطل الرسميه. نعم. وايام الجمعة كثير من العاملين في اللجنه يظلوا على تواصل ونزول ميداني وتحقيق مستمر حتى نخرج بنتيجه، باعتبار ان الانتهاكات مستمره وهناك حاجه ماسه الى ان نكون موجودين في الميدان في كل لحظه وفي كل حين. يعني نحن وثقنا كثير من الجرائم والانتهاكات التي حدثت على المواطنين منذ 2011 وحتى هذه اللحظه، يعني يوميا. نعم. تصلنا استمارات الرصد والتوثيق، وتصلنا يعني والوثائق التي والادله التي يجمعها الرافدين، نرصد بحياديه ونزاهه واستقلاليه تامه. اي شكوى تقدم لنا يجب ان يحدث فيها تحقيق، وخصوصا عندما يكون هناك أدلة ترجح وقوع الانتهاك نأخذها بأهمية وجدية تامة، ويكلف الفريق الرصد وفريق التحقيق بإجراء التحقيق حول هذا الأمر. بل أنه لم نبقى في مكاتبنا، ونزلنا في ظل حرب وفي ظل وضع أمني سيء، نزلنا إلى المحافظات، إلى عدن وإلى لحج وإلى أبين وإلى الضالع وإلى تعز وإلى مارب،
ونستهدف ان شاء الله خلال الاسابيع القادمه عدد من المحافظات الاخرى التي نستطيع ان نصل اليها. الاعضاء لجنه انفسهم ننزل ونستمع الى المواطنين والى اصحاب الانتهاكات وذويهم، وايضا الى منظمات المجتمع المدني نعقد لقاءات معها ونستلم تقاريرها والرفض الذي قامت فيه، وتكون بذلك نحيلها الى رافدين للتحقق من مدى صحتها. نعم، اذا استاذ عبد الرحمن، يعني ما الذي قدمته اللجنه؟ هل قدمتم تقارير معينه الان في الجلسه 33 او الدوره 33 لمجلس حقوق الانسان، وكيف تنظرون لما يحدث في جنيف والتخوفات التي ذكرها الاستاذ عز الدين؟ نعم، احنا عددنا التقرير كامل عمل اللجنه منذ بدايتها حتى الان، ولم يكن تقرير من العمل الاداري فقط، انما كان تقرير حول الانتهاكات التي طالت المواطنين التي اجرينا فيها تحديدا. نحن تلقينا 9,380 بلاغ وشكوى، استمعنا الى 4,465 بين شاهد ومبلغ وخبير. يعني عندما التهينا بالسفراء الاتحاد الاوروبي وسفراء كثير من الدول وبعض المنظمات، حقيقه انه كانوا يتساءلوا حول كيف استطعنا ان نجري هذه المقابلات خلال هذه المده الزمنيه، باعتبار ان اللجنه بدات تمارس عمليه التحقيق من بدايه شهر مارس، وهذا التقرير شمل الى نهايه شهر 7. يعني نحن حتى لدينا 30 رافد متواجدين في الساحه، يعني بشكل عام في كل المحافظات، وصلنا الى كل المحافظات، الى صعده والى عمران والى حجه والى الحديده وكل المحافظات اليمنيه كنا متواجدين فيها، ربما تكون هي سقطرة والمهرة التي لا يوجد لدينا فيها رافدين باعتبار انها بعيدة عن اعمال الاحداث التي. نعم، هل تم رصد جميع الانتهاكات استاذ عبد الرحمن، يعني من جميع الاطراف التي يعني حسب الشكاوى المقدمة اليكم، هل كان من بينها شكاوى لبعض ضحايا الطيران؟ نعم، هذا شيء مؤكد. نحن اي انتهاك وقع على المواطنين بغض النظر عن الجهه التي ارتكبتها، نحن نجري تحقيق ونحدد الجهه التي مارست هذا الانتهاك. وهنا التقرير موجود فيه 5 قضايا، يعني ضربات وادعاءات انتهاك الطيران، وكان لدينا عدد كبير من القضايا نجري فيها تحقيق. وجدنا صعوبه كثيره في كثير من المناطق التي يعني سيطر عليها جمعيه الحوثي، باعتبار انه هناك تخوفات من الرافدين، ما تعرضوا في بعض الاحيان الى مضايقات، ونحن نطالب عبر قناه بلقيس ندعو كل اطراف النزاع الى تسهيل نزول الرافدين، واعتبار انه اي طرف يعرقل عمليه الرصف يعتبر هذا يعني تعتبر جريمه، ويعتبر تواطؤ مع المجرمين الذين ارتكبوا انتهاكات ضد حقوق الانسان في اليمن. نعم، استاذ عبد الرحمن، يعني كان في قرار مجلس حقوق الانسان السابق بان يتم التعاون معكم وبان يتم تسهيل هذه المهمات وبدعمكم ايضا من قبل المنظمات الدوليه، ولكن لم يحدث شيء. هل يعني قمتم بالتواصل في هذا الشان؟ هل حاولتم مرارا تكرارا فرض يعني تحقيق هذا القرار على الاقل؟ نعم، هناك تواصل مع المفوضيه الساميه لحقوق الانسان، وكان لدينا اجتماع في اثيوبيا قبل حوالي 20 يوم، وكان هناك اتفاق على مواصله الدعم الفني للجنه. ان شاء الله انه بعد القرار او انتهاء جلسات مجلس حقوق الانسان سوف نستانس عمليه التعاون مع المفوضيه، ونحن نتوقع ان شاء الله انه الفتره القادمه سيكون التعاون اكبر مع المفوضية السامية، أبلغنا المفوضية باحتياجات بعض الدعم الفني خصوصا في خبرات في مجال الأسلحة وما أشبه ذلك، وأيضا ربما أيضا استمرار في عملية تدريب الرافدين والمحققين المتواجدين لدينا في الساحة لإكساب خبرات إضافية. لكننا من خلال التدريب السابق الذي أجرته المفوضية في الأردن، المدربين شادوا بالرافدين وقالوا انه حجم التدريب اللي قدمهم كان يعني اقل من حجمهم، وكانوا مطلعين وكان لديهم خبرات كبيره جدا، لان اخترنا رافدين من المشهورين والمعروفين والذين مارسوا عمليه الرصد لدى يعني لسنوات طويله في الساحه حتى مع منظمات دوليه خارجيه.
نعم، إذا هل هناك تنسيق بينكم وبين بقية المنظمات الإنسانية المحلية والدولية أستاذ عبد الرحمن غير المفوض السامي لحقوق الإنسان؟ نعم، لدينا مع الهيموراشوتش، والهيموراشوتش لدينا مراسلة معها، وسلمت لنا 5 تقارير رسميا سلمت لنا للمنظمة. لدينا تواصل مع منظمة العفو الدولية، وكان هناك تواصل هذا الأسبوع الماضي، وربما يكون هناك لقاء اليوم أو غدا خلال هذه اليومين. طلبوا لقاء باللجنة، وفدنا المتواجد حاليا برئاسة رئيس اللجنة القاضي جاهر مصطفى المتواجد حاليا في جنيف. سيكون هناك لقاء، ربما يكون لا أعرف هل تم اللقاء اليوم أو قد يكون غدا، مع منظمة العفو الدولي وكثير من المنظمات لديها استعداد للعمل مع اللجنة. بل أنه اللجنة العقوبات الدولية التقت بالوفد يوم أمس، التقت بوفد اللجنة الوطنية، وهناك يعني رغبة من كثير من المنظمات لتقديم العون الفني وأيضا المعلوماتي للجنة الوطنية حتى تنجح وتستطيع أن تخرج بنتائج جيدة تحدد الأطراف التي مارست عملية الانتهاك. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الرحمن برمان عضو اللجنة الوطنية في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف. شكرا أيضا لضيفي الذي كان معنا عبر سكايب مطهر البذيجي رئيس التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان والذي كان معنا من جنيف. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في الأسبوع المقبل في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.